إحدى الاجتماع العالمي اللي انعقد مؤخرا في مدينة سلفادور بدولة البرازيل من 12 مارس إلى 17 مارس، يعني هو منتدى سنوي اللي تأسس في سنة 2001 مدينة بورتو أليغري بالبرازيل، واللي تنظم في مجموعة من الدول ما بينها السنغال، تونس، السنة الماضية بكندا، هذه السنة يعود إلى البرازيل. وهذا المنتدى على غرار المنتدى دافوس هو يشكل محطة أساسية سنوية لعرض القضايا التي تعاني منها الشعوب، خاصة الشعوب دول العالم الثالث والدول النامية في الاقتصاد، في المسألة الاجتماعية وكذا في الهجرة. ومنذ التأسيس ديالو في سنة 2001 ببورتو أليغري حاضرة وحاضرة بقوة، وتتبنى يعني ميثاق المنتدى اللي هو منتدى شبه مفتوح، وبالتالي المغاربة يتواجدون فيه منذ التأسيس، يتواجدون في لجان تحضيرية، يتواجدون في ما يسمى بالكوميتي دو بيلوتاج أو الهيئة المسيرة أو المنظمة للمنتدى. هذه السنة على غرار باقي السنوات شارك الوفد المغربي من مختلف الأطياف المدنية والنقابية، حيث يمنع التنظيمات السياسية والمسلحة المشاركة في المنتدى، يعني من خلال لوائح الحضور اللي كانت في الورشات كانت أزيد من 15 دولة حاضرة من مختلف القارات، كان أزيد من 40,000 مشارك. كانت مشاركة متميزة للمغاربة، ماشي غير حنا اللي كنا حاضرين كمنظمة ديمقراطية للشغل، ولكن كانوا منظمات أخرى ودار ورشات، وكانت ورشات متميزة، كانت مراكز الدراسات، كانت جمعيات، كانت مشاركة متميزة. إلا أن بعض المغاربة سمحهم الله يعني يستفيدون من المغرب استفادة كبيرة، من حيث كمجتمع مدني وكفاعلين مدنيين وكجمعيات يستفيدون من دعم مالي من الدولة، يستفيدون من إمكانيات لوجستيكية من الدولة باعتبارهم منظمات مؤسسة وفق ظاهر القانون الحرية العامة 1958، ولكن نفاجأ بهم في هذه المحطات الدولية أنهم يتنكرون لمغربيتهم ويحملون أعلام وقماشات خصوم وحدتنا الترابية، وهذا ما أثار استفزازنا كوفد مغربي، ووعدنا بفضح هذه الممارسات التي لا تبت للمغاربة بصلة. وبالتالي آن الأوان للقطع مع هؤلاء ذوي الوجهين، من عندما يكون في المغرب فهو مغربي، وعندما تتاح له أول فرصة خارج المغرب فيصبح ضد المغرب ويسيء إلى المغرب ويسيء إلى نفسه. هذا ما نرفضه كمنظمة ديمقراطية للشغل، وتعرضنا له باستفزاز في المسيرة، هو أن عادة تفتتح أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي بمسيرة دولية يحضرها جميع المشاركين بدون استثناء، ولهم الحرية في رفع لافتتهم وشعاراتهم التي يطالبون بها وترافعون من أجلها. إلا أن في المنظمة الديمقراطية الشغلة إنما كنا في المسيرة، ولدي فيديو يثبت ذلك، هو أن لم يستسيغوا حضور المنظمة الديمقراطية الشغل بأعلام مغربية. الموقف اللي ما قدوش نسكتوا عليه في المنظمة الديمقراطية الشغل هو أن يجب فضح مجموعة من الخونة الذين يستفيدون من المغرب كما كيقولوا يأكلون الغلة ويسبون الملة. وهذه زعما ماشي غير محطة، ماشي غير جوج، هو أنه يستفيدون من المغرب على غرار باقي الجمعيات، يستفيدون ماديا، يستفيدون لوجستيكيا، بل أن منهم اللي تم تدعيمه يعني ماليا من طرف جمعيات مغربية، ولكن ملي كيمشي لتما كيولي ضد المغرب. هاد الازدواجيه في المواقف ماشي اول مره، كانت في تونس واحد سنه 2013، منتدى اجتماعي تونس جوج سنه 2014، 2015 ما تنظمش المنتدى، 2016 كانت في المنتدى الاجتماعي المنعقد بكندا، 2018 المنتدى الاجتماعي اللي تنعقد مؤخرا بالبرازيل.
هما نفس الأشخاص وللأسف يتكرر نفس الخطأ. إذن من يساهم في الإساءة إلى صورة المغرب بحضور نفس الأشخاص يدعمون مغربيا ويستغلون المغرب، ولكن في أول محطة يتنكرون إلى المغرب ويتموقعون في صف خصوم وحدتنا الترابية. احنا تصدينا في حدود ما يمكن تصديه، تصدينا كمنظمة ديمقراطية للشغل في المسيرة الدولية التي افتتح بها المنتدى، تصدينا من خلال الورشات اللي كان فيها نقاش قوي، لسواء الورشة ديال العدالة الاجتماعية، لسواء الورشة التي انضمتها مركزية نقابية برازيلية احتضنتهم، لسواء في الورشة التي وقعت فيها اصطدامات مع خصوم وحدتنا الترابية، هي ورشات لا مارش مونديال دو فام، المسيرة الدولية للمرأة، واللي وقعت فيها اصطدامات ما بين بعض النساء المحسوبات على بوليزاريو وبعض النساء المغربيات الصحراويات التي دافعنا بشراسة في هذه الورشة، بل أنها توقفت الورشة لعدة مرات للاصطدام معها. إذن احنا دورنا كمنظمة تصدينا في يعني التصدي ما يمكن التصدي له، يعني كمجتمع مدني فاعل يؤمن بقضية وحدتنا الترابية ويؤمن بالسيادة المغربية ويؤمن بالقضايا العادلة للشغلة المغربية، تصدينا وفق ما يمكن التصدي له. احنا اللي علينا درناه، ولكن السلطات المسؤولة في البلاد يجب عليها أن تأخذ القرار بالقطع مع أصحاب هذه الممارسات التي تسيء إلى الدولة المغربية. الاجتماع العالمي في بورتو أليغري سنة 2001 يرفض رفضا تاما أن تنخرط المنظمات المسلحة، والبوليزاريو منظمة مسلحة بشكل رسمي، هو أنها لا سواء في الحرب مع المملكة المغربية، لا سواء في التصريحات المتتالية المستفزة ديال القيادة ديالهم بأنهم سيخوضوا حرب وأنهم مستعدين وأنهم يمتلكون السلاح القوي وأنهم لديهم ترسانة من السلاح الحديث وهم مستعدين يدخلوا في الحرب مع المغرب. اللي كان مميز في هذا المنتدى هو أن كان حضور ضعيف، من أضعف المنتديات اللي كيكون فيها حضور ديال الخصوم وحدتنا الترابية، ربما مرتبط بأزمة مالية واقتصادية تعيشها الجزائر باعتبارها هي المدعم الأساسي ديالو، ربما في وجود أزمة سياسية في البرازيل لأن التيار المدعم الرئيس السابق لولا ولا الرئيسة اللي تم إقالتها مؤخرا هما التيار الداعم لهم وهما ترجعوا في البرازيل وأنهم متابعين محاكمات سياسية، وبالتالي ما كانش ديك الحضور قوي. الدبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو الموازية مطالبة ببذل الجهد الكبير، كما نفس الجهد اللي دار في إفريقيا من أجل يعني سحب الاعتراف وتضييق الخناق على خصوم وحدتنا الترابية في إفريقيا، أنه يتم في أمريكا اللاتينية لأن دول أمريكا اللاتينية بعض منها يعني يؤمن بقضية ديال البوليزاريو ويتبناها ويدعمها ماليا وماديا، كوبا، فنزويلا، البرازيل.